هي كانت آخر محطاتنا بأخبارنا المنوعة لليوم، وحنروح لأول مساحاتنا بضمن صباحنا لليوم. بلشنا بالصيف وبلشت الناس دائما بالشتي بتتخبى تحت الجواكيت، فعم نجي بالصيف فعم نتفاجأ نحن انه بزيادة وزن كتير كبيرة، فعم نروح انه فورا بدنا نروح برحلة الحميات الغذائية، برحلة تنزيل الوزن. في ناس كتير اليوم بتنجح مع هي الحمية، بيروحوا للحميات الصعبة والقاسية وممكن يستجاب الجسم لإله، وفي ناس ابدا لا، ممكن تلجا بالنهايه للمكملات التنحيف، تاخذ حب تنحف، ونحن بنعرف ليلى قد ايه هو له نتائج سلبيه. سلبيه صحيح، بس بيرغبوا له انه اسرع، يعني هي الطريقه الاسرع والاسهل للتنحيف. وهي الطريقة الأسرع كمان يعني الشخص يرجع يكتسب الوزن من أول وجديد، بالإضافة خلينا نقول الآثار الجانبية، يعني كثير من التجارب قالوا عم بيصير خفقان بالقلب، عم بيصير وجع بالراس، يعني هذا ممكن الأشخاص اللي بيعانوا من مرض الضغط وعندهم ضغط يأثر عليهم بشكل كثير سلبي. اليوم ضمن فقرتنا رح نحكي عن أهم النصائح الصحية، كيف نحن قادرين نبلش هذا الصيف بحميات تناسب أجسامنا وتناسب صحتنا العامة، وشو هي سلبيات وإيجابيات حب التنحيف، وأهم شيء نحن اليوم مصدر هذا الحب، هل هو منتج نحن قادرين ناخده بكل أريحية وبأمان. معلومات كتير مهمة حيخبرنا عنها ضيفنا لليوم الصيدلاني محمد العاقل. يسعد صباحك دكتور، وأهلا وسهلا فيك. هلا، يسعد صباحك دكتور. الله يسعد صباحكم. طبعا كلنا بنعرف أكثر الناس بيزيد وزنها بالشتوية، تطلع على الصيف انا زايد وزني، بتبلش يمكن بتكون مثل ما حكيت رشا انه متخباين بالثياب، بتبلش الثياب الصيفيه وبتبلش الفضايح. شو سبب زياده الوزن بالشتويه؟ هلا سبب زياده الوزن بالشتويه بالدرجه الاولى هي قله الحركه بالشتاء، يعني الصيف خليني اقول نشاطاته اكثر، يعني ممكن اطلع اتمشى بالصيف، بس بالشتويه مطر وشتاء بتلاقي حالك بتلاقي ميلي انك تعدي بالبرد، بناكل اكثر. اي والجسم كونه بيشعر بالبرد فبيرغب بالاكل، لحالك بتصيري بتطلبي الحلو اكثر، لما على البرد بتصيري بتطلبي الحلو اكثر، القعده بالبيت دائما بتطلب انه الواحد قاعد بالبيت بصير بياكل، اما بالصيف بتلاقي حالك اغلبيه الوقت دائما خارج المنزل، فبتلاقي انه النشاطات افضل. زائد الرياضه، يعني درجه العاده انه العالم كلها بتروح على النوادي بقلب الصيف، اول ما بيبدا الصيف بتركض على رياضه العالم، فبتلاقي انه صار التوازن انه الشتاء بيطالع الوزن نتيجة الكسل خلينا نقول، والصيف بينزل الوزن نتيجة النشاط. طيب بنلاحظ دكتور انه في كثير اشخاص بيقولوا لك انا اتبعت حميه غذائيه وانا سيت على حالي، حرمت حالي من قصص كثير بحبها، يعني اتبعت عادات صحيه، لعبت رياضه، ولكن يعني بيطلع الميزان انا وزني ثابت. احيانا بيكون الاجسام عنيده بخساره الوزن، شو هي الاجسام او شو بيعاني هذا الشخص؟ هلا انا اذا عندي مريض او شخص بده ينزل وزنه بطلب منه تحاليل، اولها فيتامين د، اذا في عوز فيتامين د قد ما عمل حميات استقلاب كبده بيكون ضعيف، فبالتالي تنزيل وزنه صعب شوي. اذا سيده لازم يكون في تحليل هرموني، اذا في عنده اضطراب بالهرمونات كثير صعب تتعاملي مع وزنه، اذا في حاله كيسات على المبايض كثير بيطول الوزن لينزل، اذا في مشكله غده درقيه كثير بيعند الوزن لينزل، اذا رجل في عنده مرض سكري كمان صعب التعامل معه بموضوع الحميات، فمشان هيك كمان بيعند وزنه. اذا يعني في عالم جيناتها بتخليها انه هي ما بتقدر تنحفيها. صحيح دكتور، بنشوف اشخاص يعني ليلى بقول لك انه انا بعد كل هالحميه ماني عم بنزل، خلينا نقول مثلا رفيقي اخي بياكل كميات كثير كبيره وما بزيد وزنه، هون بنرجع لعمليات الاستقلاب بالجسم بالضبط، وطريقه الحرق يلي بيتبعها الجسم يعني. بالضبط، هلا نحن جسمنا مثل ما فيك تسميه هيك آلة، كيف بتعوديها بتشتغل، كل ما بتعوديها على الحرق اكثر، يعني انا مثلا لما بنحكي بحميه دائما بقول انه لما بيكون في وقت طويل او حرمان كبير هذا ما بينزل وزن، هذا انت عم تحرم حالك، عم تاذي حالك، ما عم تنزل وزنك، لا بالعكس كل فترات متقطعه كميات مدروسه امورك بتنزل وزنك بطريقه خلينا نقول لطيفه، وبنفس الوقت شكلك بضل لطيف، وبنفس الوقت بتعلي استقلابك. اما انا لما بتلاقي واحد مثلا انه والله صيام متقطع، حبيبي انت حتنزل بعد 10 ايام مزبوط، بس انت يوم اللي حتترك فيه توقف فيه ثاني يوم حاكيني قد ايه صار وزنك، بيرجع بيزيد طبعا اجباري، اللي بينزل بسرعه بيطلع بسرعه. طب دكتور في ناس مثلا انه بتاكل خبز، بتاكل حلويات، بتاكل هدول القصص، قررت تعمل نظام غذائي ومع رياضه، يعني انا خففت قطعت الخبز قطعت الحلو، خليني اقول هو ما فينا نقطع الحلو يعني خففنا شوي شوي موضوع ما فينا نقطع شيء مشكله يا ليلى مع الرياضه بس الوزن ضل ثابت، مثلا انا عم زين حالي على الميزان وزني مثل ما هو بس انا
بثيابي مبين انه انا نحفانه، شو السبب انه هون بيكون؟ هون السبب انه انت تمرينك الرياضي بيكون كثير منيح، وبالتالي عم تقلبي الدهن لبروتين، وبالتالي انت لما بتطلعي على الميزان بتلاقي وزنك لساته ثابت، بس انت شكلك تغير، وبالتالي دهنك تقلب لبروتين. يعني عضل فينا نقول اذا بدنا نبسطها شوي القصه، يعني جسمك استهلك الدهن وطالع بضل عضلات. لانه نحن بنخاف من الميزان، بس نشوف الميزان ما بيهمنا الميزان اخر همك بالحميه. بس في ناس يعني الميزان بيكون هو مرافقه على مدار 24 ساعه، بتصير قصه هوس وهذا ما بينزل ولا بيطلع ولا بيسمع الجسم رده فعل سلبيه دكتور، بتحس انه يعني صارت القصه، يعني في رده فعل من الجسم. يعني انت اذا بدك تراقبي حالك على كل اليوم مثلا بالميزان، انت اذا بتشربي كاسه مي بتطلعي على الميزان اكيد بده يزيد وزنك، ما هو طبيعي انه يزيد وزنك. بس انا بدي لما بدك تنزل وزنك بدك تتفق انه انت بدك تغير حياتك، بدك تكون حياتك منظمه. اهم شيء نقيم الميزان، يعني ممكن نحن كل 10 ايام نشيك كل اسبوع. ذكرت دكتور الصيام المتقطع وهو من الحميات الكثير شائعه، عم نشوف كثير ناس عم تتبعها. يعني هلا للامانه في ناس نجحت انها تكفي فيه، وفي ناس فشلت بعد ساعه جربتي وفي ناس راحت للحميات اللي شالت الرز، شالت السكريات، حملة الكيتو. خلينا طيب نقول الكيتو. طيب خلينا اليوم نحكي، هل انت مع هذا الحرمان للجسم او مع التخفيف؟ الحرمان غلط من اي شيء. خلينا نقول انه نحن في مواد هي حتى الدهون، الكربوهيدرات، البروتينات، هذا كله مواد بحتاجها جسمي، فانا ما بصير اقطعها. يعني انا كمان صيام متقطع، انت فتره صيام المتقطع انت اذا عندك عمل انت ما فيك تقوم فيه، انت بالاصل مرهق لانك ما لك اكل، دايخ. وبنفس الوقت لما عم تفتح مثلا، لما عم يكون مثلا صيامك 8 ساعات، بعد 8 ساعات جوع عم تجي تاكل، عم تاكل كل شيء بشراهه. طب لا هذا غلط يعني، وبدها وقت طويل اول شيء لتاخذي نتيجه منيحه. والشغله الثانيه انه لامتى فيني اعيش انا بصيام متقطع؟ النتيجه حكيم، يعني بعد ما حدا يوقف هذا دغري بيرجع بيطلع فورا. يعني بس غريبه اليوم، يعني الجسم بخلص من هذا الوزن، الجسم بصير بيتعامل مع هاي المواد اللي فقدها على انه هو بحاجتها، ببطل يرضى يتركها. يعني مثلا مثلا انت ما بتاخذي سكريات لمده شهر، اول لقمه سكر بتاكليها الجسم بيتعامل معها على انها كنز بيتمسك فيها، ببطل يرضى يتركها. كم بصير من الدهون العنيده بهذا الوقت. طب دكتور هلا في ناس عم نحكي انه عن الانقطاع مثل الصيام المتقطع، في ناس بتقطع الخبز بشكل مفاجئ بعد فتره بترجع للخبز، هذا الشيء صحيح ام لازم يكون في تخفيف شوي شوي بالتدريج؟ بشكل علمي الخبز الابيض هو شيء مضر، هو شيء بيسمن، يعني فيه سكر ابيض. والخبز الاسمر، في ناس الخبز الاسمر كل منه بكميه معتدله عادي، بس اما الخبز الابيض لا، هو شيء مضر، يعني هو شيء بيسمن. اي شيء فيه السكر الابيض بيدخل بتركيبه السكر الابيض هو شيء مسمن وشيء ما له صحي. خلينا تمام مثله مثل الحلويات، يعني لا بدك تقطع الحلويات، لا قطع الخبز احسن لي ما تقطع الحلويات بالنهايه. طيب اللي بيقطع الخبز وبيصير ياكل حلو كثير بيصير كانك عم تحكي عن حالك ليلى. كاني عم بحكي عن حالي. طيب دكتور ذكرت الخبز، ولكن نحن بنشوف كثير يعني اليوم في اختلاف بالاراء والدراسات، يعني حضرتك عم تقول انه الخبز الاسمر باعتدال، ولكن كثير من الاخصائيين التغذيه والاطباء بيقولوا انه هو نفس الخبز الابيض، ولكن اليوم هي حاله نفسيه، يعني عم يلعبوا على الجسم بقصه انه خذ لك كماجه واحده او قطعه واحده وبعد عن الخبز الابيض ممكن تخفف، ولكن اذا حسبوها بالسعرات الحراريه هي نفسها. يعني هلا انا اي شيء بدك توقفه، هلا الخبز الابيض فيه سكر ابيض فاكيد ما له مثل الخبز الاسمر. الاسمر ما فيه سكر؟ لا ما فيه طحين؟ فيه طحين بس ما فيه سكر. احنا اليوم عم نلعب على السكريات فقط. سكر 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 الابيض مو سكر السكر مو بالطحين. السكر الابيض شيء سام، السكريات ما لها شيء سام، يعني الرز ما له شيء سام، الخبز الاسمر ما له شيء سام، البطاطا ما لها شيء سام، ما هي نشويات وبالتالي جسمي بحاجتها، بس بدي اكلها بكميات معتدله. نعم. بس السكر الابيض اكيد غلط. غلط. وبالنسبه للي حكيت فيهم الاخصائيين التغذيه بتمنى انا اليوم نتيجه السوشيال ميديا موجوده، انت لما بتسمع راي احدهم على السوشيال ميديا اخي بس شيك على خلفيته، مين هذا الزلمه؟ هل عن جد هو اخصائي تغذيه؟ صحيح. ولا طيب قد ايه مسموح اليوم حكيم الخبز الاسمر؟ يعني انا قد ايه فيني اكل؟ نص رغيف. هلا هي اكل؟ نص بس نص بكل اليوم. ما عجبتنا انا ورشا القصه. بيحرق بين 1800
ل2000 حريره بشكله الطبيعي بدون ما يعمل اي جهد. اذا بدك تنزل وزنك بدك تنزلي تحت ال2000 حريره، اذا بده يطلع وزنك بتاخذيه فوق ال2000 حريره. طيب دكتور، باعتبار عم نحكي عن الخبز، رح نقطع الخبز او ناكل نص خبزه مثل ما حكي هذا، شو اهم الحميات الغذائيه اللي لازم نعملها اليوم؟ طبعا حميات بده يكون في وجبات يعني انه تسند المعده او تعوض عن الخبز، بس تكون حميات غذائيه مفيده مو ضاره للجسم. طبعا اي حميه فيها اقل من 5 وجبات هي حميه ما لها صحيحه. 5 وجبات باليوم؟ 5 وجبات باليوم. عباره عن شو تقريبا؟ مثلا بده يكون الفطور خفيف، عباره عن بيض او نص مثل ما قلنا شقفة خبزة، شقفة جبنة صغيرة، خضرة، سناك بالنص الساعة 12 الظهر، لأنه هي فترة جوع كثير كبيرة هي تبع الساعة 12 الظهر، إيه تكون سناك خفيف مثلا سلطة، فيكي تاخذي تونة مثلا. الغداء أنا بحب الغداء يكون دائما اللي طابخينه بالبيت، طبخ البيت الأساسي، بس ما يكون فيه سمنة مهدرجة، السمنة النباتية المهدرجة. طيب الزيت كمان دكتور كمان فيه سعرات حرارات، إيه ما لي ضد إنه يتاخذ، يعني لازم الواحد ياكل، بدي آكل، يعني في سعرات حرارية بدي أدخلها لجسمي، بحاجة دهن أنا، لازم آكل لية ولازم آكل سمنة ولازم آكل زيت، وهذا الحكي طبيعي بس كمية قليلة، ما عم أقول لك كول، يعني كول كميتك القليلة. هلا مثلا أنا اليوم مثلا بصراحه من الشغلات اللي بتضحكني انه مثلا بتلاقي انه مثلا اكتبي هلا على الانترنت مثلا حميات غذائيه، بتلاقي انه اتبع هي الحميه بينزل وزنك. يا حبيبي انا وزني مثلا هلا 100 كيلو وهذا البني ادم الثاني لانه طوله قصير بس مثلا وزنه 60 كيلو هو بدين، ما فيك تعطيني انا وياه نفس الحميه، انا وياه ما معنا نفس الاستهلاك تبع السعرات الحراريه. لا، ما في شيء اسمه حميه ثابته لكل الناس او ورقه مطبوعه انه تفضل حبيبي هيك بتنزل وزنك، لا هيك انت عم تضره للبني ادم، عم تنقص له فيتاميناته، عم تضيع له تركيزه. صحيح. هدو يعني بس يعني انتم لما بتحكوا مع بني ادم مثلا بدك تقول له نزل لي وزنك، بس قل له انت شو دارس او شو عامل مع مين مشتغل لحتى تاخذ نتيجه ما يكون فيها ضرر. طيب رح نرجع لموضوع الورقه المطبوعه كرمال نستغل الوقت. اليوم السوق يعني خلينا نقول ادويه التنحيف باختلاف انواعها باختلاف اصنافها ومصادرها اللي هي اهم شيء اليوم نحن نضوي عليها ضمن حلقتنا. يعني اليوم خلينا نحكي بدايه، هل اليوم انت مع انه اي شخص اليوم في حال اليوم انا ما قدرت يعني ما عندي اراده اليوم انا لا بطل اكل ولا بطل حلو، فانا اليوم بحاجه لشيء يساعدني، هل انت اليوم دكتور انه مع انه شخص ممكن يروح لهي القصه؟ هلا الدواء بيساعد بس ما له حل، بس مع نظام غذائي ورياضه ممكن، مع نظام ممكن غذائي، يعني اللي بيعطيك اياها الحميه بشهر مع الدواء ممكن تصير اسبوعين ل20 يوم. طيب في ادويه انت بتاخذها يعني الصبح ما بقى فيك تاكل، ما بقى فيك حتى المي، ما شهية. بقى قطع شهيه يعني؟ هذا الدواء حتحرم دوليا، اللي هو الماده اسمها سيبوترامين، تحرم دوليا. هي الماده بتلعب على الدماغ يعني بتعطي اشارات للدماغ، اكتئاب وحتى عده الحالات انتحار، مشان هيك انسحبت، يعني ما لها ماده سهله. في مواد كثير صعبه، مثلا في مواد مثلا بيستعملوها بالنوادي اللي فيها بيدخل بتركيبها الافيدرين او بيعطوا، في منهم بيكونوا اعشاب او شيء كثير عامل، الاعشاب لا كثير امنه، خلط كمان ضمن كبسولات بيكونوا اعشاب امنه، بس شرط يكون مصدر الاعشاب معروف. يعني انا اليوم بتجي لعندي على الصيدليه بتلاقي عندي مجموعه كبيره من ادويه التنحيف كلها مكتوب عليها عشبيه، بس انا ما بضمن لك انه هن عشبيات ولا مو عشبيات الا اللي مصنع تحت اداره الجمهوريه العربيه السوريه، هذا لا مضمون، بعرف شو مصادره وبعرف شو هي ونتائجه جيده، هداك نتائجه قوية، بس أنا ما بضمن لك إنه. طب خلينا حكيم هيك نتفق ب إيه أو لا، اليوم مكمل أدوية التنحيف مع أو لا؟ قاطع الشهية مع بوجود حمية، قاطع الشهية؟ لا شو اليوم وقت بنقول الأدوية التنحيف هي قاطع الشهية بالنهاية؟ انت لا في شغلات خلينا نفرق، لا بتسحب الدهون، في أدوية حارق، عم نحكي عن حارق اليوم، حارق الدهن غير اللي بيسحب لك الدهن، في دواء بعد ما تاكلي مثلا المشهور جدا الاكزينيكال خلينا نقول اسمه التجاري، متى ما اكلتي الدهن بتاخذي بعد منه حبه الدهن بيطلع من الجسم، بس كمان انت اليوم عم تروح الفيتامينات من جسمك، كمان في اثار سلبيه لهذا المركب. هيك لك ليش عم نحكي انه لازم يكون في اخصائي معك، لانه بدك يعاير لك فيتاميناتك، لازم يقول لك شو عندك، لازم يقول لك. انا اليوم مثلا ما فيني اقول لمريض ضغط تعال خذ دواء حارق دهن فيه كافيين عالي بيطلع ضغطه بتصير بفوت بالحيط. صحيح. ما فيني اقول له للرياضي مثلا والله خذ حبه اكزينيكال مثلا وبيمشي حالك، لا كله كل شيء له وزن خلينا نقول.
طب دكتور بدنا نتشكر وجودك معنا لليوم والحديث يطول، وان شاء الله بصباحات ثانيه بنحكي عن هذا الموضوع وبنتوسع فيه اكثر. بتشكر حضورك معنا، يسعد صباحك. شكرا دكتور لحضورك ولكل المعلومات اللي ذكرتها، ودائما احنا بنقول الاراده هي الاهم بموضوع الحميه والمكملات الغذائيه وادويه التنحيف، وهيك ان شاء الله نقدر نقطع فيها يعني. شكرا حكيم.